الرحمن الرحيم، قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دين الإسلام يا جماعة ما انتشر بالسيف، هذه مقولة خاطئة عظيمة دسها أعداء الإسلام في التاريخ الإسلامي عشان يشوهوا تاريخنا. لكن في حال أنه احتجنا إلى القتال، في حال أنه احتجنا إلى الجهاد، تلاقي المسلمين سباقين. ليش؟ لعدة أسباب. أولا المسلم يا جماعة عنده إحدى نتيجتين، وهذه عبارة عن عقيدة عنده، يا أنه ينتصر يا أنه يستشهد. في حال أنه استشهد يروح إلى الجنة، وفي حال أنه انتصر انتصر بعزة. في نفس الوقت إذا احتاجوا المسلمين إلى القتال تجدهم في كل مكان، تلقاهم في الجو، تلقاهم في البحر، تلقاهم في البر، تلقاهم بالوسائل القديمة، تلقاهم بالوسائل الحديثة، تلقاهم يحاربوك بالإعلام، تلقاهم يحاربوك بالعلم، تلقاهم يحاربوك بالدين، تلقاهم يحاربوك بالعقيدة، تلقاهم يحاربوك بالفكر، تلقاهم يحاربوك بالشعر، تلقاهم يحاربوك بالعقل، تلقاهم يحاربوك في كل مجال من المجالات القديمة والحديثة. من ضمن المجالات اللي حاربوا بها المسلمين قديما وحديثا في البحر بالأسطول البحري. لكن المشكلة فين؟ المشكلة فينا إحنا يا جماعة، الخلل عندنا إنه إحنا ما نعرف تاريخنا. أعداء الإسلام يعرفوا تاريخنا، ويعرفوا مو بس تاريخنا، يعرفوا حتى ديننا، يمكن يعرفوها أكثر مننا كمان. درسوا ديننا تمام التمام وصاروا يرسلوا لنا المستشرقين والمستبشرين في كل مكان. درسوا تاريخنا جيدا. إذا كنتوا تعتقدوا أني بتكلم كلام فاضي، ولا واحد من المؤمنين بنظرية المؤامرة، ولا معطي الأمور أكثر من حجمها أو أكثر من اللازم، أسألوا عن شخصية بسيطة من الإسلام والمسلمين. شخص مسلم، قائد مسلم، قائد من قوات البحر، إيش أول فكرة تيجي في بالك لما أقول لك بربروسا؟ بالتأكيد أنا متأكد 100% إنه ما حيجي في بالك على أساس إنه شخصية مسلمة. بالعكس في أفضل الأحوال ما حيجي في بالك شيء، لا قائد مسلم ولا عدو من أعداء المسلمين، وحيكون ذهنك فارغ. لكن الاحتمال الأكبر إنه حيجي على بالك إنه أحد قراصنة البحر، أحد السفاحين اللي كانوا في البحر، أحد المدمرين اللي كانوا في البحر. وممكن يروح بك الخيال بعيد وتعتقد إنه هو شبح، شبح وروح وشخص مخيف وشخص مرعب. مو بس كده، ويمكن كمان تعطيه هيكل وتعطيه صورة وتعطيه شكل إنسان. هذا اللي أعطونا هو غزاة التاريخ، على أساس إنه صاحب لحية حمراء وبعين واحدة ويده مقطوعة وصاحب رجل خشبية، بربروسا. للأسف الشديد هذا هو اللي مثلوه لنا هو في أفلام هوليوود، خصوصا في السنوات الأخيرة في Pirates of the Caribbean أو قراصنة البحر الكاريبي. الكلام هذا والشخصية هذه يا جماعة ما جابوا لنا هي اعتباطا، ما جابوها فقط في السنوات الأخيرة، لا، من صغرنا هم يهيئون لهذا الكلام. من صغرنا وإحنا نشوف مسلسل جزيرة الكنز، صح إنه الاسم غير مطابق لكن الشخصية واحدة. كبرنا حبتين صرنا نشوفها في هوليوود، كبرنا حبتين يا عالم فين حنروح في المستقبل. الحقيقة اللي ما يبغونا نعرفها إنه هذا الشخص بربروسا كان بطل من أبطال المسلمين، كان قائد أسطول بحري إسلامي أنقذ آلاف المسلمين من محاكم التفتيش في إسبانيا. يا جماعة من الحلقة الأولى في هذا البرنامج أنا قلت لكم إنه إحنا في غزو تاريخي. غزاة التاريخ عندهم بنود يمشوا عليها، 1 2 3 4 5 لازم نمشي على هذه البنود عشان نشوه تاريخ أمة من الأمم، أي أمة أي شعب. من هذه البنود اللي يمشوا عليها بند خطير جدا، إنه يمحوا تماماً ويطمسوا الشخصيات الإسلامية العظيمة عشان ما يصير عندنا قدوة. اللي أخبث من كذا وألعن من كذا وأبشع من كذا إنه يجيبوا شخصية إسلامية ويشوهوا تاريخها. يعني مو إنهم يحذفوها من التاريخ عشان ما نعرفها، لا، يعرفونا عليها لكن بطريقتهم مو بطريقتنا. أكبر دليل على هذا الموضوع الأخوين بربروسا، هذه شخصيتين إسلامية يا جماعة تم تشويهها بالكامل من قوات إسلاميين إلى قراصنة في البحر. بعد ما يمحوا مفهوم القدوة من عندك سواء كان شخصيات أو محو المفهوم بالكامل، يبدأوا يعطوك هم مفهوم جديد أو شخصيات جديدة. ممكن تكون شخصيات كرتونية، سندباد، علاء الدين، علي بابا، والأربعين حرامي إلى آخره، أو ممكن يكون أسوأ من كده، ممكن يخلوك تعتقد بأنه هذه الأمة ما فيها أبطال أساساً، ما أخرجت إلا سفاحين ومجرمين. قصة بطلنا اليوم تبدأ بشخص مسلم قائد بحري من أصول ألبانية. هذا الرجل يا جماعة سخر نفسه في الإبحار وبدأ يخدم الدين من المجال اللي هو يعرفه، من الموهبة اللي هو يعرفها. موهبته كانت في الإبحار، في إنه يكون في البحر، وبدأ في إنقاذ المسلمين من محاكم التفتيش في إسبانيا. خلوني أقول لكم بعض المعلومات عن محاكم التفتيش، لكن أحب أنوه إنها ما هي مذكورة في كتاب 100 من عظماء أمة الإسلام. مهمة محاكم التفتيش في إسبانيا كانت
ضمان العقيدة الكاثوليكية، يعني إنهم ينشروا الكاثوليكية لو بالقوة لو بالتعذيب، مو فقط على المسلمين، أيا كانت الديانة، يهودي بوذي مجوسي لا ديني، حتى لو ما عندك دين مسلم إلى آخره، لازم يجبروك إجبارا إنك أنت تدخل في الديانة حقتهم. أنواع التعذيب اللي استخدموها في محاكم التفتيش، أتخيل، خذ راحتك، عد واغلط، إن كان بالآلات، إن كان، أنا ما أبغى أقولها بالتفصيل ولا أبغى أقولها حرفيا عشان البشاعة اللي كانت موجودة فيها، إن كان بالتسهير يجعلوا الواحد يسهر ما ينام، إن كان بالتحشير يجعلوه يحشر، يعني يشربوه موية يشربوه موية يشربوه موية ألين يصير يبغى الحمام يبغى يبول، وبعد كذا يربطوه ما عاد يستطيع إنه هو يتبول، يمسكوا الناس يقلبوهم رأسا على عقب، يمسكوه يعلقوه من الرجول. ليش دائما ترتبط محاكم التفتيش بالمسلمين؟ لأنه المسلمين كانوا هم أكثر ناس عانوا منها، أكثر من الأديان الأخرى. بعد ما عانوا المسلمين جدا من محاكم التفتيش الإسبانية، واحد من قواد الإسلام البحريين اسمه عروج وصل للمسلمين وصار ينقذهم بالآلاف، أنقذ آلاف المسلمين عبر البحر وعبر أسطوله البحري. بعد كده صارت سمعته في كل مكان، وصلت سمعته إلى أوروبا، فضلا عن المسلمين اللي كانوا يحترموه جدا، وذاع صيته بين المسلمين، صاروا يسموه بابا عروج، يعني الأب عروج، من احترامهم من حبهم لأنه أنقذهم. الإيطاليين إيش سووا؟ حرفوا كلمة بابا أروج إلى بربروس. بربروس في اللغة الإيطالية معناها صاحب اللحية الحمراء، عشان كده دائما نشوف هذه الشخصية في أفلام هوليوود على أساس إنها قرصان من القراصنة بلحية حمراء. أثناء قيادة هذا البطل للأسطول البحري المسلم كان يأخذ معاه أخوه خسروف. خسروف هذا هو خير الدين بربروسا، وهو الشخصية الثانية للأخوين بربروسا. كونوا أسطول بحري إسلامي كبير وصاروا يتصدوا للهجمات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين اللي جاي من البحر، فين؟ في شمال أفريقيا. بعدها توجهوا إلى سواحل إسبانيا وصاروا ينقذوا ضحايا محاكم التفتيش، مو فقط الضحايا المسلمين، لا، حتى اليهود. يعني تخيلوا معايا يا جماعة، ضحايا محاكم التفتيش كانت من كل الأديان، فصاروا القواد المسلمين البحريين الاثنين ينقذوا الضحايا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. انتشر اسمهم في كل مكان ألين سمع فيهم السلطان سليم الأول وصار يدعمهم. للأسف الشديد أحد حكام شمال أفريقيا كان خائن موالي للصليبيين، فساعد الصليبيين على حصار القائد عروج في مدينة تلمسان الجزائري. لما عرفوا الأسبانيين إن عروج موجود في هذا الحصار، أرسلوا الإمدادات في كل مكان في كل جهة، حاوطوه حاصروه وقتل رحمه الله في هذا القتال، وكان يقاتل بنفسه بيد واحدة. يا جماعة، فقد يده الثانية في الجهاد وأصبح بيد واحدة وصار يقاتل بيد واحدة ألين قتل. ما اكتفوا بقتل القائد عروج، لا، قطعوا راسه، أخذوا راسه في جميع مدن أوروبا الكاثوليكية وصاروا يدوروا به وصاروا يدقوا الأجراس في الكنائس احتفالاً بمقتل هذا القائد. متخيلين لأي درجة كان مسبب لهم صجة؟ اعتقدوا بهذه الطريقة انه خلاص انهوا الاسطول البحري الاسلامي، لكن لا يا جماعة، مو مشكلة انه يموت قائد من قوات المسلمين، كلنا حنموت، اهم شيء انه تظل راية الاسلام مرفوعة. بعد القائد عروج مين استلم الدفة؟ مين استلم القيادة؟ اخوه اللي هو خسروف، اللي صار بعدين اسمه خير الدين بربروسا. خير الدين بربروسا بمجرد ما استلم القيادة اتوجه بالأسطول البحري الإسلامي كاملا إلى تونس، دمر السفن الإسبانية بالكامل وحرر تونس من الصليبيين. بعدها اتجه إلى الجزائر وحررها بالكامل. بعدها اتجه إلى جزر البليار الإسبانية اللي هي أصلا ملك الإسبان واحتلها ودمر الأسطول الإسباني كاملا. هنا وصل صيته وسمعته إلى البابا بوليس الثالث، باب الكنيسة الفاتيكان، سمع عن هذه الشخصية وعن هذا القائد المسلم وعن هذه الانتصارات العظيمة، فأعلن من الفاتيكان من قبلتهم النفير العام في جميع أرجاء أوروبا الكاثوليكية. في هذه الحالة شكلوا تحالف، تحالف صليبي ضد هذا القائد وضد الإسلام بشكل عام. التحالف كان مكون من مملكة إسبانيا، جمهورية البندقية، جمهورية جنوة، السفن البحرية للدولة البابوية، وأسطول القديس يوحنا اللي كانوا يعتبروهم قراصنة. هذا التحالف يا جماعة كان كبير وضخم جدا 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 لدرجة ما تتخيلوه. 600 سفينة، أسطول بحري مكون من 600 سفينة، في 60,000 جندي، وعلى رأسهم قائد من أعظم القواد البحريين في أوروبا كلها كان اسمه أندريا دوريا. إيش كان نيتهم؟ إيش كان هدفهم؟ ما كان هدفهم مجرد إنهاء الأسطول البحري الإسلامي أو قتل هذا القائد، لا لا لا،
هدفهم الإسلام، هدفهم إنهاء الإسلام بتاتا. في هذه الحالة الأسطول البحري الإسلامي اتجه بالكامل إلى هذه الغزوة تعتبر، أو هذه الحرب، أو هذه المعركة في البحر الأبيض. كان الأسطول البحري الإسلامي مكون من 122 سفينة فيها 22 ألف جندي مسلم، قامت بينهم معركة بروزة البحرية. يا جماعة هذه المعركة تعتبر أكبر معركة بحرية في تاريخ الإسلام كله، صارت عام 945 هجري 1538 ميلادي. بالرغم أنه العدة والعتاد ما فيها مقارنة، يعني تخيل 600 سفينة للصليبيين مقابل 122 سفينة للمسلمين، 60 ألف جندي مقابل 22 ألف جندي من المسلمين. لكن مين قال أنه الانتصار يكون بالعدة والعتاد يا جماعة؟ النصر من الله عز وجل، والنصر مرتبط بالتوكل، مرتبط بالإيمان، مرتبط بالدين، مرتبط بالعقيدة، وأخيرا مرتبط بالتخطيط الجيد. القائد خير الدين بربروسا قبل لا تبدأ المعركة، يعني قبل لا يبدأ الصليبيين بالهجوم، هو كان المهاجم الأول، يعني هو سببهم في الهجوم، ضربهم ضربات استباقية، أرسل لهم بعض السفن عشان يغذفوهم بالقنابل، وفوق هذا كله هو استطاع أنه يلف على الأسطول البحري الصليبي، وهذا كان سبب في تفرقهم بشدة. تخيلوا يا جماعة في وسط البحر، والمسألة ما هي مسألة جيش واحد، لا لا لا، خمسة جهات مكونة تحالف ضخم ضد عدو واحد اللي هو الإسلام. كم أخذ من الوقت هذا القائد عشان يفرق هذا التحالف الضخم؟ 5 ساعات. المعركة ما استمرت 5 ساعات يا جماعة، وبعدها انسحب القائد البحري الصليبي أندريا دوريا. بعد هذا الانتصار للمسلمين يا جماعة، صاروا المسلمين في كل مكان، في كل مكان من أراضي الإسلام يكبر، في القاهرة في مصر، في بومبي في الهند، في مكة والمدينة، في القدس، في دمشق، في كل مكان صاروا يكبروا المسلمين من كتر ما كانت هذه المعركة معركة فاصلة بين الإسلام والصليب. بعد هذه المعركة أشرف القائد خير الدين بربروسا على إنقاذ المسلمين واليهوديين من محاكم التفتيش الإسبانية. مين كان الخليفة المسلم وقتها؟ سليمان القانوني اللي شوه سمعته تماما عبر مسلسل حريم السلطان. بعد كل هذه الانتصارات للإسلام والمسلمين، صارت مدينة الجزائر هي المقر الأساسي للبحرية الإسلامية اللي تعتبر أكبر قوة بحرية في ذاك الزمان، وصار خير الدين البربروسا هو الوالي على هذا الأسطول، وأصبح الأسطول بالكامل يتبع إلى الخلافة العثمانية. صارت بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وصقلية وسيردينيا، كل هذه الدول صارت تدفع الضرائب للخلافة الإسلامية. مقابل إيش؟ مقابل حماية سفنها في البحر المتوسط. يعني صار الإسلام والمسلمين يا جماعة هم اللي يحموا البحر المتوسط بالكامل، ويضمنوا حماية سفن بقية الدول. كل اللي قلته هذا يا جماعة عبارة عن موجز بسيط جدا لسيرة الأخوين بربروسا اللي يعتبروا من قواد الأسطول البحري الإسلامي، وما خفي كان أعظم. لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان نعرف قصة جديدة من عظماء أمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.